اهلا بكم اصدقائي بحلقة جديدة من Elder Ring. بهاي الحلقة عندنا قتال بالإيفرغول, قتال Ancient Hero of Zamor. طبعا هذا الزعيم ضعيف كلش هواية ضد الفاير وضد اللايتنينج, يعني كلش ضعيف ضده, فاستخدموا السبيل والاسلحة الفاير او اللايتنينج. هسه فعل قدرة السلاح ماتي وندخل للزعيم. طبعا هو الزعيم يستخدم الاتاك الماجيك, فاستخدموا الشيلد هذا العدي يكون دفاع قوي ضد الماجيك, واستخدموا التالزمان تعطيكم دفاع قوي ضد الماجيك. لشوفوا نشقد السبيل مال النار اخذت منه كلش هواية من دمه. طبعا هو هم يستخدم تأثير الفروست بايت, بعد تأثير اللايتنينج السبيل شقد اخذت منه هواية من دمه هم, وتأثير الفروست بايت قدرون تعالجوه بهالكرات مال الفروست بايت. بعد تأثير السبيل مال ريد لايتنينج شقد اخذ هواية من دمه. تمام, استخدم الشيلد لحركات هذا الزعيم سريعة بسرعة يوصل لكم. بعد تأثير اللايتنينج اخذ هواية زي من دمه. هاي بنستخدم الفروست بايت, هاي الحركة تحركوا يمنى ويسرى. وهاي قضينا على التنين وحصلنا على التالزمان. تمام اصدقائي, هنا وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى تنسون الاشتراك بالقناة والدعمي باللايكات.